كشف مصدر استخباراتي سري في المخابرات الروسية أن هذه المخابرات اخترقت الموساد الإسرائيلي، وجدت أن لديه مخطط كبير وخطير بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية، وأن هذا المخطط الشيطاني يستهدف العرب والمسلمين ويهدف للقضاء على دين الإسلام بالكامل وطمس الهوية الإسلامية والعربية طمسا كاملا، ويجري تنفيذ هذا المخطط حاليا في جميع الدول العربية والإسلامية بمعاونة المخابرات الأمريكية والأوروبية. وجاء في التقرير السري ما يلي: أولا، العمل بمساعدة عدد كبير من أهل السلطة على محاربة الإسلام الأصولي واستبداله بما أسموه بالإسلام العلماني، وذلك من خلال فرض الديانة الإبراهيمية والدعوة إلى وحدة الأديان والتعايش السلمي بين الأمم. ومن أجل تحقيق ذلك هناك مخطط للقيام بحرق كتب التراث الإسلامي واعتماد كتب جديدة وإعادة تفسير النصوص الإسلامية بما يتواكب مع العلمانية والديانة الإبراهيمية، وتأهيل دعاة علمانيين لهذه المهمة. وهناك مشروع كبير يعني بدأ في تنفيذه فعلا، ولكن بخطوات متأنية وعلى حظر شديد. ثانيا، يدعي هذا التقرير أن الصهاينة بمعاونة القوى الغربية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ستقوم بإلغاء المواد الإسلامية من مناهج التدريس في مختلف مراحل التعليم في البلاد العربية والإسلامية، ويشمل ذلك القرآن الكريم، اللغة العربية، إغلاق جميع المعاهد والجامعات الإسلامية، منع الأذان بمكبرات الصوت. ويقول: سنعمل على تقليل المساجد إما بالهدم أو الإغلاق، ومنع إقامة الحلقات والدروس والمحاضرات الدينية يعني في أي مكان، وسنفرض عليها خطباء علمانيين ونعد لهم الخطب التي نريدها، كما سنفرض اعتماد تدريس اللغتين الإنجليزية والعبرية باعتبارهما لغة العالم اليوم كما فعلنا في المغرب العربي. ثالثا، يقول هذا التقرير: سنقوم بمطاردة المشايخ والدعاة الإسلاميين في كل أنحاء العالم، وذلك إما باغتيالهم أو تصفيتهم أو سجنهم واعتقالهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية ومنعهم من الكلام وإجبارهم على تأييد سياسات الحكام، ومن يعارض ذلك سوف تتم ملاحقته ومطاردته باسم محاربة الإرهاب والعنف والتطرف. رابعا، يقول التقرير: سبق لنا العمل على إلغاء بعض المظاهر الإسلامية في الوطن العربي بما في ذلك التقويم العربي والعطلات الرسمية والإجازات والأعياد، وطمس الهوية العربية الإسلامية طمسا كاملا، وفرض القوانين العلمانية المادية الصرفة، ومنع الحجاب ونشر الإباحية والإلحاد، ودعم الشواذ وتفكيك المجتمعات والأسر والقبائل العربية يعني بقدر المستطاع. خامسا، يقول التقرير الشيطاني هذا: سنقوم بهدم عشرات الآلاف من المساجد في الوطن العربي بحجة التحديث والتطوير ومحاربة العشوائية وبناء مدن سكنية متطورة. سنقوم ببناء 100,000 كنيسة ومعبد في الدول العربية والإسلامية، بداية بالمطارات والشركات الكبرى والجامعات والأماكن العامة. سادسا،
سنقوم بإلغاء عن التعاون مع القيادات العربية في إقامة 20 مدينة سكنية حرة في مختلف الدول العربية. سنبني فيها المعابد والكنائس والبارات والمراخص والملاهي الليلية وشواطئ العراة. سوف يسكنها أكثر من 100 مليون من جنسيات وديانات مختلفة. قد نجحنا فعلا في كل من دبي وسيناء ونيوم في تحقيق شيء من ذلك. سابعا، نقوم حاليا بتغيير التركيبة السكانية في كل من الخليج العربي والجزيرة العربية. قد استطعنا الآن إدخال 15 مليون عامل من غير العرب والمسلمين، منهم 7 مليون في دولة الإمارات، يشكلون نسبة 70% من إجمالي عدد السكان. وسنعمل خلال العقود القادمة على إدخال 100 مليون عامل إلى الجزيرة العربية من جنسيات وديانات مختلفة، منهم 50 مليون سيدخلون إلى السعودية. ثامنا، سنعمل على إدخال 5 مليون يهودي إلى الجزيرة العربية وتوطينهم فيها ومنحهم جنسيات أو إقامات دائمة وامتيازات خاصة، وسنبني لهم أحياء ومدن مجهزة بأحدث الخدمات الأمنية، وسنبني فيها المعابد والمدارس والجامعات، وسوف يتم توظيفهم في أعلى المناصب القيادية حتى نسيطر على المؤسسات العسكرية والمدنية ونستولي على الحكم. تاسعا، بعد 10 سنوات فقط سوف نقلب نظم الحكم في دول الخليج العربي بعدد من الانقلابات العسكرية أو المدنية، وذلك بعد أن نتمكن من تغيير التركيبة السكانية لغير العرب والمسلمين ونجعل نسبة العرب والمسلمين فيها أقلية. وبعد 20 عام سنسيطر على يعني غالبية الدول العربية والإسلامية. عاشرا، سوف يتم إعلان دولة إسرائيل الكبرى من الخليج إلى المحيط خلال أقل من 30 سنة، وبالتحديد في سنة 2048 ميلادي في الذكرى المئوية لتأسيس دولة إسرائيل. وبذلك يتم تحقيق حلم اليهود ونسيطر على العالم العربي ونتحكم بثرواته وجزره ومضايقه وممراته، ونبني فيها أكثر من 100 قاعدة عسكرية لنا. لابد لنا أن نستيقظ، يعني إلى متى يظل العرب ويظل المسؤولون يعني لاهين عن هذا الخطر، هذا السرطان الذي غرس في قلب العالمين العربي والإسلامي من أجل تدميره. وللأسف الشديد بيد بعض الدول العربية يعني التي لا حدود لها مع هذا الكيان ولا مصالح مشتركة بينها وبينه، يقيمون علاقات دبلوماسية ولا يشعرون بهذا الخطر الداهم الذي يتهدد المنطقة العربية والإسلامية بأكملها من جانب هذا الكيان الشيطاني الذي لا يعلم إلا رب العالمين مدى خطورة وجوده على الأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.